على امتداد هذه الصحراء المقفرة غربي محافظة لحج، تعيش عشرات الأسر ممن يسمونهم البدو الرحل في عشش متهالكة هنا في صحراء الرجاع شرق مديرية طول البهاء. أهو نعيش لنا يكون سنة سنتين، مو سنة سنتين، عشنا في المكان نتقحقح ذا الخبوط ونمشيها كذا في الصحراء. هكذا ترحل الأسرة بكامل أفرادها بحثا عن مرعى لماشيتها التي تعتمد عليها كمصدر وحيد للمعيشة. هذه الرحلة ليست إلا واحدة من يوميات الترحال وسط الكثبان الرملية الممتدة لعشرة الكيلومترات، وبرغم المخاطر والمشقة التي يمرون بها إلا أن حكايتهم أضحت في هذه الرحلات نمط عيش اضطراري جراء الظروف المعيشية الصعبة كما يقول معظمهم. بعد المواشي، بعد الغنم، بعد البكير، بعد البقر والحمير، لا سونك هذي عيشتنا، نقري بعدها بعد المراعي، لما نقدب الرعي هذا يقدب يخلي نروح بلادنا نشتري قصب يابس، يعني نعيش من عكر، من العكر نعيش، من المتاع البلاد، يعني نعيش بعدها قدنا بدون غصوبه، يعني مش تقول بالراحة، يعني نصير من كلف، احنا مش نصير يعني الا انا من هناك من الجوع نفر في الرعي في الصحراء. التعليم والرعاية الصحية لا يتوفران لمن يسمونهم بمجتمع البدو الرحل، فبدلا من أن يرسل هؤلاء الأطفال إلى المدارس التي لا وجود لها هنا أصلا، أوكلت إليهم مهمة رعي الماشية وبقية الحيوانات إضافة إلى جلب المياه لأسرهم. ولا درسوا حد، لا بنات ولا رجال، أبوي إحنا أبنا وقدنا مش درسوا، فينا أحمد كلاب درس نفري وهذين ماشي درسوه، يعني قرب بعد المواشي. البحث عن مصادر المياه في هذه الصحراء تكاد تكون المشقة الأكبر لهم نظرا لانعدام المياه قرب أماكن إقامتهم، وهو الأمر الذي يدفعهم للسفر كل يومين لنحو 6 ساعات ذهابا وإيابا إلى هذا المنهل. نحن نريد لفتة نظر إلى هؤلاء الرعيان أو البدو الرحل أنهم كما يعانوا من هذه المياه، يبكروا في الصباح الباكر من الساعة 7 أو 8 ويجلسوا إلى وقت الظهيرة أحيانا الساعة 3 بسبب هذا الماء، لأن هذه البير لم توجد فيها طاقة شمسية أو مضخة أو أي شيء لهذه البير. تنكر المجتمع والحكومات والمنظمات الإنسانية لهذه الشريحة من المواطنين يعد إهمالا واضحا لهؤلاء إن لم يكن استبعادا اجتماعيا كما يقول مهتمون، وهو ما يكشف عن غياب أي إحصاءات لتعدادهم في ظل عدم توفر أبسط الخدمات لهم كالرعاية والصحة والتعليم وبقائهم في العراء تحت قيد الصيف أو برد الشتاء. سامح عبد الوهاب، قناة بلقيس، لحج.